وتم قتل الإرهابي وكان يرتدي. إلقاء القبض على عدد من العصابات المسلحة والاستحواذ على كمية كبيرة من المتفجرات ومادة السيفور، بالإضافة إلى تحرير عدد من المختطفين، هذا ما كشف عنه الناطق باسم قيادة عمليات بغداد خلال مؤتمر صحفي تحدث خلاله عن العمليات الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية وقيادة العمليات خلال 14 يوما الماضي. العثور على كدس عتاد ضمن منطقة التاجي اللاين يحتوي على جريكانات سعة 20 لتر تحتوي على مادة السيفور مسلكة عدد 3 وأحزمة ناسفة عدد 3 وقناظر هاون وأيضا واضحة أمامكم في الصورة. استخبارات الشرطة الاتحادية وأيضا تنفيذ واجب ضمن منطقة الباب الشرقي بتاوين أثمر عن القبض على متهمين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب نزحوا من المناطق المحررة ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، أحدهم يعمل في ما يسمى الاقتصادية لقاطع هيت. مدير الدفاع المدني أكد أن امتلاكهم أجهزة ومعدات قديمة لم يمنعهم من إخماد عدد من الحرائق والسيطرة عليها، مضيفا إن وزارة الداخلية ورغم انشغالها بالحرب على عصابات داعش إلا أنها تحاول توفير ما تحتاجه هذه المديرية. وسائل الاستخدام وإن كانت قديمة أو تقادمت إلا أنها صالحة وما زالت تحتفظ بمزاياها الفنية. الدفاع المدني بخير، معالي السيد وزير الداخلية المحترم يدعم الدفاع المدني متفضلا معنويا وماديا رغم الضائقة المالية ورغم الأولويات الكبيرة. مخاوف المواطنين من انتشار جهات مسلحة تحمل اسم أصحاب الرايات البيضاء في بغداد وديالى وصلاح الدين حاول تبديدها الناطق باسم قيادة عمليات بغداد الذي أشار إلى أنها مجرد إشاعة تستخدمها عناصر تنظيم داعش لبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين. قريبا جدا السيد القائد العام القوات المسلحة يعلن البيان النصر والانتهاء على وجود داعش على مستوى احتلال الأراضي، بالتأكيد لا نقول أن المعركة انتهت على مستوى الميدان، المعركة القادمة هي معركة المعلومة والاستخبارات، داعش قد يحاول أن يكون هنا وهناك بعملية أو غيرها، وجزء من أدوات المستخدمة أدوات القتال النفسي هي قضية ترويج الشائعات. المؤتمر الصحفي الذي يعقد بشكل دوري تحدث خلاله الناطق باسم قيادة عمليات بغداد عن بدء مرحلة جديدة تستند إلى الإخبارات التي يدلي بها المواطنون بعد التمكن من كسب ثقتهم. موفق مجيد، الحرة، بغداد.